النهارده الموضوع فيه في الاناليسيس اوف ستراكشرز اسمه اناليسيس اوف تراسز. اناليسيس اوف تراسز. التراس ده يا جماعه او مصطلح كلمه تراس او معناه بالعربي جملون، اسمه بالعربي جملون. التراس ده عباره عن ستراكشرال سيستم او ستاتيكال سيستم زي اي ستراكشرال سيستم. زي ما احنا قلنا ان المنشا ده او الاستراكشر ده عباره عن ممبرز عناصر متصله مع بعضها جوينتس معينه عشان تكون لي ستاتيكال سيستم معين عشان اعمل منشا معين عشان البي رغبه بتاعت مالك مثلا. اي منشا في الدنيا عباره عن كده. فالمنشا ده اللي هو بيتكون من عناصر متصله مع بعضها عشان يكون لي ستاتيكال سيستم، معنى كلمه ستاتيكال سيستم او ستراكشرال سيستم يعني نظام انشائي عشان يقدر يتحمل الاحمال الموجوده على الجهاز على المنشا. صح؟ فمعنى كلمه ستاتيكال سيستم دي يعني نظام انشائي. نظام انشائي ده فيه انواع كثيره من الستاتيكال سيستمز اللي احنا بنحطها للمنشات. بنحطها بناء على ايه؟ على متطلبات المنشا، على توصيف المنشا، على الجيومتري بتاعت المنشا. يعني ايه؟ يعني البحور بتاعت الفريمات قد ايه؟ او البحور بتاعت الباكيات قد ايه؟ ارتفاع المنشا قد ايه؟ المنشا ده عليه احمال ايه؟ هل هي فيرتيكال بس ولا فيرتيكال ولاترال؟ فكل منشا لتوصيف معين، لجيومتري معينه، ليه حالات تحميل معينه، ليه احمال معينه او توصيف معين، هو اللي بيفرض على نظام انشائي عشان احط نظام انشائي كفء يقدر يتحمل الاحمال اللي جايه على المنشا. فمن ضمن الانظمه الانشائيه اللي احنا بنتعرض لها حاجه اسمها تراسز ستراكشر. تراسز ستراكشر. فمعنى كلمه تراس او ده مصطلح غريب علينا لسه، احنا قلنا قبل كده يعني كلمه فريم وشرحت لكم يعني ايه فريم سيكشن اللي فاتوا قبل كده. فريم يعني element مع element، بيب element مع column element، نوصل بينهم جوينت معينه زي ما شرحت لكم السكشن اللي فات، وبندخل لو هو الفرصه ممكن ندخل حليب الكاميرا في العمود في الكاميرا والعين في العمود في الكاميرا، وبالتالي كون جوينت، فكون لي فريم عشان يقاوم الاحمال الجانبيه. وقلنا في نظام اسمه البيم، اما البيم لوحدها كده بس تحمل فيرتيكال لودز، وهكذا وهكذا. من ضمن الانظمه الانشائيه دي اللي هو التراسز. التراسز فمعنى كلمة تراس، تعالى أعرفه كده ونفهم يعني إيه كلمة تراس وإمتى بنستخدمه ليه بنلجأ للنظام ده. معنى كلمة تراس عبارة عن ستراكشر كومبوزد أوف ستريت ممبرز كونكتد آت إتس إندس باي فريكشن ليس بينز أور هنجز أور إنترميديت هنجز. إكسترنال لودز أي حمل خارجي and reactions supports reactions must be applied at these joints. يعني ايه بمنتهى البساطه؟ معنى كلمه تراس يعني ستريت ممبرز متصله مع بعضها عند النهايات بتاعتها حاجه اسمها فريكشن ليس بينز. بين دي يعني ايه؟ بين يعني هنج، يعني مفصله، يعني انترميديت هنج. طالما هي واسطه داخليه بين عناصر بنقول عليها انترميديت هنج، لو هي طرفيه بنقول عليها هنج. هنج طرفيه. وبالتالي هو عباره عن ستريت ممبرز متصله مع بعضها عند نهايات العناصر الاندس بتاعته او الباوندري كونديشن بتاعته بايه؟ فريكشن ليس بينز او هيدز، يعني متصله عند النهايات بتاعته انترميديت هيدز. مصطلح فريكشن ليس بينز او فريكشن ليس هيدز بنقول عليها فريكشن ليس يعني ملهاش مقاومه في الاحتكاك. عارفين ليه؟ عشان المفروض ان الوصله ما بين العناصر دي دايما انترميديت هنج صريحه، يعني بتسمح بالدوران، عشان عارفين ان انترميديت هنج بتسمح بالدوران. فهو في الحقيقه مفيش حاجه اوريدي بتسمح بالدوران 100%. يعني عارفين المفصله بتاعت الباب؟ اي باب دي مفصله. انت وانت بتفتح الباب وبتقفله مش في مقاومه؟ ايوه في مقاومه بسيطه، المقاومه دي جايه من ايه؟ جايه من احتكاك المفصله دي نفسها. صح؟ ليها مقاومه في الاحتكاك. فساعات يحطوا ايه؟ يحطوا مادة عليها كده لها لزوجة عشان يسهلوا المقاومة دي، ليه؟ عشان تسمح بالدوران أكتر. فإحنا لو وصلنا لحاجة اسمها فريكشن ليس بينز، يعني وصلات هينج ملهاش أي مقاومة في الاحتكاك، تسمح بالدوران إيه؟ أبسوليوتلي تماما. وده طبعا ما بيتحققش في الحقيقة. فده التعريف النظري، ولكن في الحقيقة هي بتبقى عبارة عن وصلة، وهنعرف الوصلة دي شكلها إزاي. الوصلة دي اوريدي هي بتسمح بالدوران، هي انترميديت هنج او بين او فيكشن ليس بين، بس طبعا مفيش حاجه تماما بتسمح بالدوران. يعني حتى الوصلات العاديه اللي هي البنج والرولر والفيكس والكلام ده كله مش موجوده ابسوليوتلي، كل حاجه غير كده.
نسبيه تمام. فمصطلح فريكشن سبيس ده مصطلح نظري ولكن في الحقيقه ما بيتحققش. هو الوصله بتسمح بالضرب تمام. فهو عباره عن ستيت ممبرز كونكتد اتش اندس باي انترميديت اندس او بينز. كمان اي حمل خارجي بيأثر عند الجوينتس دي. سواء كان حمل راسي لا فيرتيكال او جرافيك لودز او هوريزونتال لاترال لودز لازم يأثر على الجوينت دي. هنعرف ليه لازم يأثر على الجوينت دي تمام. فده معنى كلمه تراس، ده التعريف بتاعه. يعني من الاخر هو عباره عن مجموعه من اللينك ممبرز المتصلين مع بعض. مش احنا عرفنا قبل كده ان اللينك ممبر هو عباره عن ستريت ممبر، الاندس بتاعته هي انترميديت هنجز او بينز، كمان مفيش اي ترانسفيرس لود. احنا قلنا في الحاله دي ان اللودز بتاثر على الجوينتس، وبالتالي هو عباره عن مجموعه لينك ممبرز متصلين مع بعض فيكونوا حاجه اسمها تراس سيستم. فالستاتيكال سيستم المكون ده بنسميه تراس جمالون، والعربي اسمه جمالون تمام. فعرفنا يعني ايه كلمه تراس، وده ودينا للتعريف حاجه اساسيه. ان احنا قلنا ان التراس عباره عن مجموعه لينك ممبرز متصلين مع بعضهم، وبالتالي احنا عارفين ان اللينك ممبر بيتحمل قوه اكسيال فقط او قوه نورمال فقط، نورمال فورس اونلي. والنورمال فورس دي ممكن تكون تنشن فورس فنسميه تاي، او كومبريشن فورس فنسميه سترات. فبالتالي نقول ان التراس سيستم ده او تراس ممبرز تتحمل اكسيال فورس اونلي، تنشن فورس او كومبريشن فورس تمام. في حد مش فاهم يعني ايه كلمه تراس؟ دايما مش بنسيب اي حاجه في الاستراكشر كتبوها، اي ستاتيكال سيستم مكتوب، اي مصطلح مكتوب، دي لازم تفهموا معناه الاول قبل ما نطبق عليه. خلي بالك احنا في اي موضوع انا دايما بتعمد ان انا اقول لكم المبدا النظري ايه او الكونسبت ايه والماثماتيكال ايكويشنز ايه، بعد كده بنطبق. ان اكيد لما تطبق وانت فاهم بيفرق كتير جدا لما تطبق وانت مش فاهم تمام. طيب عرفت يعني ايه كلمه تراس؟ طب ليه يا باشمهندس انت قلت لي ان التراس ده ستاتيكال سيستم، نظام انشائي احنا ممكن نعمله في المنشات؟ ليه اي ليه اروح هنعرف ليه؟ فبقول لك هنا البيمز والفريم ذيس تراسز. يعني ايه؟ النظام الانشائي بتاع البيمز والفريم اللي احنا خدناه فريمز اطارات مقابل الايه؟ التراس سيستم ده. ايه المميزات وايه العيوب؟ بص انا عندي هنا كاميرا، والكاميرا طبعا ممكن ياثر عليها احمال موزعه واحمال مركزه صح؟ والفريم هكذا ممكن ياثر عليه احمال موزعه واحمال مركزه، بالاضافه ان الفريم ممكن يتحمل لاترال ايه؟ فورسز صح؟ مش احنا قلنا احنا بنعمل فريم سيستم عشان اكون جوينت وعارف من الكاميرا والعمود فيكون لي حاجه اسمها بين كولوم اليمنت، يعني كل اليمنت هيتحمل نورمال فورس واشيل فورس وبند مومنت وبالتالي يقدر يكون لاترال فورس. فده البيمز والفريمز، ان البيمز والفريمز يقدر يتحمل احمال موزعه او احمال مركزه واحمال فيرتيكال او جرافيتي ولاترال لودز تمام. طب ايه بقى التراسس يا باشمهندس؟ التراسس هو عباره عن مجموعه من ستريت ممبرز المتصله مع بعضها عن طريق فريكشنال سبينز او انترميديت هنجز، وكمان الاحمال الخارجيه والسبورتس في اكشنز بتاثر عند ايه؟ عند الجوينتس دي. وبالتالي اي لود هيأثر على السيستم ده اللود ده هيكون فين؟ عند الجوينتس. تمام؟ فاحنا لما نعمل نظام انشائي نراعي ان نقل الحمل من ممبر لممبر هيبقى فين؟ عند الجوينتس دي تمام؟ طيب ما ده اول فرق، ان الفريمز والبيمز ممكن ياثر عليه احمال موزعه. التراس لا، ياثر عليه احمال مركزه فقط. فين؟ عند الجوينتس، عند الوصلات بتاعت العناصر. لان ده هو اللي هيحقق لي مفهوم كلمه تراس. طول ما القوه عند الفورس يعني في ستاب، ما هو لو القوه هنا هتعمل لي بند مومنت للالمنت ده صح؟ لا. طب القوه هنا هتيجي عند الجوينت دي وتوزع على العناصر، توزع اكسيال، فحققي مفهوم تراس تمام. فده اول فرق. تاني فرق ان الاستراكشر ممبرز سستين في البيمز والفريم نورمال فورس وشير فورس وبند مومنت صح؟ مش احنا لما كنا بنرسم الفريم كنا بنرسم نورمال فورس وشير فورس وبند مومنت، وكل المنت بنطلع على نورمال فورس وشير فورس وبند مومنت، عشان كده بنسميه بيم كولوم المنت. انه بيتحمل الثلاث انواع من العناصر الداخليه دي، المعقول الداخليه دي.
طب التراس لا الاكسبكشن ميمبر سستين اكسيال فورس اونلي بتتحمل قوه محوريه فقط او نورمال فورس. النورمال فورس دي ممكن تكون تنشن فورس موجبه فنسميه باي او كومبريشن فورس سالبه فنسميه ايه؟ استراكت. فده تاني فرق. فده من حيث توصيف الاحبال على المنشا. طب بقى ايه المميزات والعيوب عن الفريم والبي يا باشمهندس؟ اولا التراس يسمح لي ان انا اغطي لارج سبانز. يعني ايه لارج سبانز؟ يعني انا دلوقتي من 40 متر تقريبا طبعا ده كله ممكن لحد 80 متر. يعني ايه؟ يعني انتوا متخيلين ان مثلا الصاله اللي قاعدين فيها دي السبان بتاعها كام؟ تقريبا مثلا 8 متر. فانا ممكن اغطيها بنظام انشائي عباره عن بلاطات، البلاطات مرتكزه على كاميرات والكاميرات مرتكزه على الاعمده. فالكاميرات دي قطاعتها مثلا 40 في 80 في 30 في 70 فمعقوله فورس كونكريت فينفع. طيب السبان بتاع الصاله دي واسع قوي بقى 15 متر. ماشي ممكن بدل كاميرا اخليها فريم. يعني ايه فريم؟ يعني خليها كده، يعني انتوا متخيلين لو هي كاميرا البن اللي انت عامل عليها ازاي؟ كده صح؟ فده اساسا بنسميه ام 1. لو هو فريم البن اللي انت بيبقى عامل كده صح؟ صح ولا لا؟ فاصبح ايه؟ ان العزم الام 1 ده اتوزع نيجاتيف في جزء فان 2 ده يطلع في الاخر اقل من ايه؟ 1. فده ميزه الفريم اللي هو يوزع لي العزم نيجاتيف في جزء فانا علقت من ديتا واعلى فيحط لي بحر ايه؟ اكبر. فممكن 15 متر اعملها فريم. طب 20 متر والله اعمله بانل بين فريم. طب اوكي الاسبان عمال يزيد كل ما انا ازيد في المنشات الخرسانيه المسلحه القطاع بيزيد صح؟ عشان اقدر اتحمل الاسبان ده كله الاحمال دي كلها. طب عمال يزيد في الاخر هتطلع قطاع لارج جدا نوت اكونوميك مش اقتصادي صح؟ فقال لك لا ما تدور على سيستم ثاني. انت ايه الكلام ده؟ ما تدور على سيستم ثاني كفء وزنه اخف وبالتالي هيبقى نظام انشائي احسن صح ولا لا؟ طب ايه السيستم الثاني ده يا باشمهندس؟ قال لك ما نروح بقى للستيل ستراكشرز للمنشات ايه؟ المعدنيه. فممكن نعمله فريم بس ستيل. فايه الفايده يا باشمهندس؟ قال لك الستيل الالتمت ستريتس والليد ستريتس بتاعه اعلى من الخرسانه صح؟ فكماتيريال القطاع الستريتس بتاعه اعلى من الخرسانه صح ولا لا؟ كمان الستيل انا ممكن اطلع قطاعات صغيره وبالتالي ممكن يبقى وزنه توتالي اخف من الخرسانه فغطي الحقول اعلى. طب قال لك برضه الستيل الفريمات لحد 30 40 متر يعني ممكن اعمل فريم ستيل يغطي لي بحر لحد 40 متر. يعني 40 متر كده مفيش عمود داخلي مفيش ولا عمود داخلي وفي الاخر طالع عمودين زي مثلا قاعات الافراح قاعات المؤتمرات والمسارح والكلام ده كله والمنشات القوميه بتلاقوا ايه؟ محطات مثلا بتاعت القطارات والمترو بتلاقوا ايه؟ سبان كبير ومفيش اعمده داخليه. ليه؟ استخدام المنشا بيفرض عليا ده. زي مثلا محطه القطر بتاعت اللي هي القاهره دي انا دلوقتي عاوز اوصفه عشان القطارات مش عاوز اعمده داخليه عشان حركه القطارات وحركه الناس فخلاص هنعمل ستيل فين؟ زي ما معمول في المحطه كده. الهناجر بتاع الطيارات الهانجر اللي بتخش فيه الطياره طبعا الطياره عاوزه اريا كبيره مش عاوزه اعمده داخليه فاستخدام المنشا فرض عليا ان انا سبان كبير وبالتالي لجأت للستيل فريمز. طب بعد لحد 40 متر الستيل فريمز كويسه طلع قطاعات معقوله وحاجه اقتصاديه. بعد كده بقى قال لك لا استخدم التراس. التراس ده عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده عباره عن حاجه اسمها توب كورد يعني عنصر التوب اللي هو العنصر اللي بيبقى فوق صح؟ والبوتوم كورد العنصر اللي هو السفلي اللي تحت نربط بينهم بحاجه اسمها دياجونال كورتس دياجونالز والفيرتيكال كورتس واللي في النص ده بيبقى فويد فراغ يعني فاضي. فاهمين؟ فعباره عن عنصر مع عنصر مع عنصر بنفس الشكل ده كده بالظبط اللي انا رسمه. فيصبح ان وزن العنصر في الاخر قليل والانرجيا بتاعته اعلى. ليه؟ لان انا بدل ما اعمل كاميرا بنفس الدبس ده نفترض انها متر فتخيل ده كله سوليد سيكشن، لا عملت برضه بمتر وسيكشن مفرغ فانا قللت وزني فاقدر اتحمل احمال اعلى فيديني انترنال فورسز اعلى
فيديني سبانات اعلى فغطي مساحات كبيره فاعمل ستمنت سيستم مناسب. فاهمني؟ فالتراس ده ايه مزاياه؟ ان هو كمان بيبقى خفيف الوزن. يعني ممكن تراس يحط 30 40 متر وزنه خفيف جدا. دبس القطاع متر والقطاعات دي كلها 2 اندس باك تو باك 100% 2 اندس باك تو باك 120 120 بوك سيكشنز 100% 5 فاهمين؟ فده ميزته ان هو يبقى خفيف ويغطي دخول ايه؟ عالي. ايه اللي بيفرض عليا ده؟ استخدام المنشأ وتوصيف المنشأ. صح ولا لا؟ كلكم بتشوفوا المصانع اللي تبع الطرق تبقى عباره عن ستيل فريمز او ستيل تراسز. ليه؟ لان اي مصنع بيحتاج سبان كبير، اريا كبيره فاضيه للشغل ونقل الطبيعه والكلام ده كله والكلام ده كله، وبالتالي ساعتها زمان كان بيعملوا الفريمات دي خرسانه. فتلاقي ان قطاع القمر كبير، قطاع القمر في الفريمات خرسانه كبير متر 20 ومتر ونص، ومتخيلين كاميرا متر ونص فيها تسليح رهيب بيبقى مثلا 24 في 25 او كذا كوب بوتوم وسايد بارز كانت تقيله والكلام ده كله، فيصبح وزن المنشأ تقيل. بس زمان كان لسه الدنيا ما اتطورتش قوي. بس هو الستيل ستراكشرز عيبها الوحيد ان هي فلوسها اغلى منين؟ من الار سي ستراكشرز المنشآت الخرسانه المسلحه. بس ميزتها ايه؟ انها تغطي دخول كبيره سريعه التنفيذ، العناصر دي كلها بتتصنع في الورشه بتتركب في الموقع، انها بتغطي لي دخول كبيره وبتعمل لي منشآت انا ما اقدرش اعملها بالخرسانه. كمان الحديد او الستيل الاسترينس بتاعه بيبقى اعلى منين؟ من الخرسانه. انتوا الخرسانه وانتوا لو درستوا اللي هو اختبار ضغط مكعبات الخرسانه او انتوا مش عارفين الدستور لسه بنطلع الاف سي بتاع الخرسانه اللي هي مقاومه الضغط مثلا الخرسانه اللي هو 25 ميجا باسكال 30 ميجا باسكال 35 ميجا باسكال وهكذا هكذا لحد الهاي ستريس بتزيد توصل ل 60 و80 وكذا ممكن يعني 80 ميجا باسكال. الحديد كام؟ 400 ميجا باسكال صح؟ دي اف واي 360 او 400 اللي هو دلوقتي الستيل 37 وستيل 52 وستيل 24 الستيل جريد اللي انت عارفينها 240 اللي هو الاف واي 240 في الاف واي 360 والاف واي ايه؟ 400 صح؟ تخيل 400 ميجا باسكال والخرسانه لو وصلت لها سبنس ممكن تبقى 80 ممكن تبقى 100 يعني الحديد قدها اربع مرات ده هي الاسترنس بتاعها والالتيميت تقريبا مره وربع الميت يعني 63 الحديد 37 الاف ال بتاعها 360 ميجا باسكال والاف اب 520 ميجا باسكال متخيلين فرق الاسترنس قد ايه؟ فدي المزايا. فتاني بعد كلمه تراس اللي احنا قلناها هو سيستم تشيك بلجا له لو انا اضطريت لده. توصيف المنشا هو اللي بيخليني اروح لده، استخدام المنشا هو اللي بيخليني اروح لده. واختلاف الانظمه الانشائيه يا جماعه مهم جدا. ما انا ممكن مهندس نفس الاريا يروح يعملها لي فورس كومبليت ستراكشرز يطلع لي قطاعات كبيره واحجام كبيره للقطاعات واوزان تقيله وفلوس كتيره واقول لك سيبه تمام، واحد ممكن يقول لا استيل قطاعات اخف وفلوس اقل. ايه الفرق بين الاثنين؟ الاثنين نظام مش هيقف يعني سيف اكونوميك ده سيف بس نوت اكونوميك. طبعا ده محدش بيقبل بيه لان المال اهم حاجه عامل فلوس وانا في الاخر وفي الاول بلاقي ربع في المال. اعمل بقى اي نظام انشائي انت عاوزه. اوكي؟ فهمنا الفرق بين البيمز والفريم والتراسس تمام؟ في حد عنده سؤال في الموضوع ده؟ فهمنا ليه بنرجع لعمليه التراسس دي او ليه بنرجع للستاتيكال سيستم بتاع التراس؟ طبعا بقى التراس ده ليه يعني اشكال في فيسكال سيستم كتيره جدا جدا حتى يعني في توصيف لبعض اشكال التراسز يقعد يقول لك كي تراس كي تراس ان الممبرز بتاعته شكل كي في تراس كروس تراس فالشكل ده مجرد توصيف. ليه بنوصفه؟ لانه ساعتها بقول مثلا كي تراس ده انا عارف ان الممبرز دي عليها تنشن والممبرز دي عليها كومبريشن فاقدر اوظفه صح. في تراس كروس تراس وهكذا اشكال كتيره من ايه؟ من التراسز. بس في الاخر في الاول مستر الرئيسيه والاساسيه ان الممبرز بتتحمل اكسل فورس كله وبالتالي انا لو ممبر عليه اكسل فورس احسن من ممبر عليه اكسل فورس وبين المومنت وشيل فورس فبالتالي دي احمال اعلى فبطول فوق ايه؟ اكبر تمام؟ فاقدر احط نظام انشائي كفء للايه؟ للمنشأ اللي عندي تمام؟ شوف كل اللي انا قلته ده هقول لكم معلومه بسيطه جدا يعني حطها في دماغك كده بعد كده بسرعه عشان بقول لكم ان اللودز دي كلها بتأثر على الجوينتس ولازم تأثر على الجوينتس. طب انت لو لقيت تراس عشان محدش يشوف الشكل ده ويستغرب ولقيت ان في ديستريبيوتد لود هنا في مشكله؟ يا جماعه تاني لما اقول لكم في سيستم معين او اللودز بطريقه معينه الكلام ده كله الكلام ده بيزنس وده المعطي العادي
ولكن انت ممكن تشوف حاجات غير كده او غريبه عن كده او كومباينيشنز من سيستمز. فده مش غريب، ده عادي ممكن تقابله كتير جدا. فانت تخيل انك جيت لقيت ديستريبيوتد دول على الممبر ده، هل الممبر ده كده مش هيحصل له بندنج؟ يعني على جيت مومنت بقاش راس ممبر، بقى ايه؟ بقى فريم ممبر او بين كولم ايلمنت، يعني عليه نورمال فورس وشيل فورس وبندنج مومنت. حد يقول يا باشمهندس خلاص ما ضلنا نشوف تراسس، لا اسمه تراس بس الممبر اللي فوق اما انت صممه صممه على اكسل فورس اولي، اصممه على اكسل فورس وشيل فورس وبندنج مومنت، وبقيت العناصر اصممها تراس ممبر. فده يعتبر ايه؟ كومباينيشن من السيستمز، ساعتها بنسميه ايه؟ بين تراس سيستم او فريم تراس سيستم. تمام؟ فهمت الفرق؟ مش قطار او مش قانون. احنا فهمت الفرق بين السيستمز وبعد كده الكومباينيشن ده من السيستمز ده وارد جدا. وارد جدا انك تلاقوه في كل السيستمز. ليه؟ عشان في الاخر اطلع نظام انشائي كويس او كفء للمنشا اللي عندي. تمام؟ فهمت القصد؟ في حد مش فاهم النقطة دي؟ خلاص بقى نشوف. عشان بس ما حد يشوف ديستريبيوتد لود على التراس اللي فوق كده يقول ايه ده؟ ده ما حدش قال لنا انه ينفع ديستريبيوتد لود، لا ينفع. ساعتها بقى شوف التراس مين؟ اسمه في كل مالت، يعني عليه نورمال فورس وشيل فورس وبين المومنت وانت بتصممه تصممه كده. وبقيت الفورسز كلها اكسل، يعني تراس مين. تمام؟ فهمتوا يعني ايه كلمة تراس؟ وايه يعني سيكتر سيستم وانت الجا للتراس سيستم؟ طيب شكل التراس في الواقع قلت ليه اشكال كتيره جدا ومتوصفات كتيره جدا. في حاجه اسمها كي تراس، واحنا هنحل دلوقتي يبقى شكل تراس كي، في تراس كروس بلان، تراس متقاطع كروس كده، ايا كان شكل التراس. طيب الشكل عامه زي ما انا بوريكم كده، ده ممبرز ليها قطاعات معينه، تو انجل سبيك باك بوك سيكشنز، اي ستيل سيكشنز غالبا بيبقى تراس يا جماعه بيبقى ستيل ستراكشر. ليه؟ عشان مسك النقط قطاعاته هتبقى قليله، الفويد دي كبيره فالقطاع يبقى دبسه كبير يديني انرشا كبيره صح؟ ووزنه خفيف فيديني ايه؟ امكانيه افضل في ان انا ايه؟ اغطي قطور كبيره في الكلام ده كله. طب تمام، ممكن يكون على فكره خرسانه، يعني ممكن تلاقي تراس خرسانه بس قديم شويه، بنسميه فرنديل، بنسميه فرنديل سيستم. بتلاقي ان القطاعات دي بدل ستيل خرسانه، قطاعات كبيره خرسانه. برضه ليها ميزه ان هي زي التراس وبتحمل اكسل فورس بس هي خرسانه بدل ستيل سيكشن. فالتراس ده مش لازم يبقى ستيل سيكشنز. التراس ده ستاتيكال سيستم. هل هو بقى ستيل ستراكشر ولا ار سي ستراكشر؟ ده ماتيريال انا بستخدمه في تصنيع القطاع ده. تمام؟ تمام؟ طيب هو بالشكل ده كده عباره عن ممبرز متصله مع بعضها انترميديت هنجز. طبعا الانترميديت هنجز في الواقع مش بالشكل ده. ايه الشكل بتاعها يا باشمهندس؟ تعالى نشوف كده شكل واصله للتراس. ستيل تراس بيبقى عامل ازاي؟ شايفين الوصله دي كده؟ الوصله دي يعني الوصله دي بتبقى عباره عن ايه؟ الممبر اللي فوق ده بنسميه توب كورد، يعني العنصر العلوي، والتحت ده بنسميه بوتوم كورد، العنصر اللي تحت ده بنسميه بوتوم كورد. كورد يعني عنصر، فده البوتوم كورد اللي هو اللي تحت. والفيرتيكال ده بنسميه فيرتيكال كورد، وده بنسميه دايجونال ايه؟ كورد. طيب شكل الوصله ده بيبقى عامل ازاي؟ شايفين الفيرتيكال كورد ده؟ الفيرتيكال كورد ده بعد ما انا اشوف الفورس اللي في اي ممبر سواء كانت تنشن ولا كومبريشن اروح اعمل ديزاين للممبر ده صح؟ مش احنا قلنا هدفنا انا عملت استراكشر اناليسيس ان انا احصل على انترنال فورسز. ليه؟ عشان اعمل ديزاين للسيكشنز عشان اتحملوا القوه اللي جايه عليه او الاحمال اللي جايه عليه في حدود نظريات التصميم اللي احنا عارفينها. تمام؟ فبعد ما صمم القطاعات دي، القطاعات دي في الاخر بقى هو كده هو ستيل يا ستيل سيكشنز. تو انجلز باك تو باك بوك سيكشنز، وان انجل تو انجلز ستار شيب، ايا كان شكل ايه الممبر. فتخيل هو تو انجلز باك تو باك مثلا 80 في 8 الممبر الراس ده، والدايجونال تو انجلز باك تو باك 180 في 8، والبوتوم كورد هو تو انجلز 100 في 100. في مشكله؟ ايا كان قطاع الجهاز. فالشكل الوصل بقى عامل ازاي؟ الوصله عند البوتوم كورد ممكن يكون البوتوم كورد ده كله ممبر واحد وممكن افصله. يفضل ان انا ما افصلوش الا لما الطول يزيد فاعمل سبلايس وصله. طالما هو مش انا مش محتاج ان انا افصله خلاص افصله ليه؟ مش مشكلته. وده الفيرتيكال كورد وده الايه؟ دايجونال كورد. فالتو انجلز لما تبص للانجل كده هتلاقي التو انجلز دي الخانه بتاعتها صح؟ وده الليج بتاعتها اللينس بتاعتها. والانجل الثانيه في ظهرها عشان كده بنقول ايه؟ تو انجلز باك تو باك. صح؟
وما بينهم ما بين التو انجلز باك تو باك الجاست بليت اللي فيه بليت معدني بسمك معين بيتصمم بيربط التو انجلز مع بعض، فربط التو انجلز بالجاست بليت بمسامير، يعني تخيل دي الجاست وده التو انجلز وماشي ايه واربط ثلاثه بمسمار صح؟ الجاست دي وظيفتها ايه؟ انها تجمع العناصر كلها، انها تلم العناصر كلها. فتخيل ان ده التو انجلز باك تو باك، ده الفيرتيكال، ده الدياجونال، وده البوتوم. والتو انجلز دي ما بين الجاست بليت ما بين التو انجلز كل العناصر، واربط بمسامير فانا جمعت كل العناصر. الوصله اللي هي المسامير دي او الاوردينري بولت كونكشن بتبقى وصله هينج كونكشن تسمح بالدوران، فتحقق لي الكلام اللي انا بقول عليه اللي هو التراسس. متخيلين الوصله دي عامله ازاي؟ زاويه زاوية حديد، أنجل يعني زاوية حديد، بنقول عليها مثلا 2 أنجلز 80 في 8 يعني طول الليج دي 80 مللي، طول الليج دي 80 مللي، ده إيكوال أنجل، والسكنس بتاعها 8 مللي. وبنجيب أنجل تانية زيها بالظبط في ظهرها، بنسميها إيه؟ 2 أنجلز باك تو باك، فيكون شكل 2 أنجلز عامل كده. وبنجيب الجاست بليت، البليت دي ونمشيها ما بينهم، وربط مسامير. لما تيجي تبص لها كده هتلاقي الشكل اللي انا عامله ده انجل وظهرها تاني انجل وبينهم جاست بليت مربوطه بمسامير. الجاست بليت دي بتجمع العناصر كلها وتعمل لي كونكشنز مع العناصر. تمام؟ انت مش خدت رسم بعدين ورسمت القطعات دي؟ ما احنا رسمنا ترم 3 تمام. في مشكله حتى في مشكله عشان تسين وتخيل شكل الوصله. على فكره اللي انا بقوله ده اقل من كده هنحل بعد كده التطبيق ده، يعني التطبيق ده سهل جدا. يعني بقول ده اهم انك تفهم يعني ايه ترسس. تمام؟ متخيلين شكل الوصله دي عامل ازاي؟ البليت دي بنسميها جاست بليت، بتبقى بليت معدني بتقص بشكل معين بيجمع العناصر، وبتربط العناصر دي بايه؟ بمسامير، دي بولتس، تبقى لها قطر معين على مسافات معينه. نعم؟ دي هتاخد بالدوران ازاي؟ اي ممبر لو حب يلف، لو حب يحصل له بيندنج هيلف حوالين المسمار ده، فمش هيحصل له بيندنج يعني هيسمح بالدوران. فسر هيتخيل ان العنصر كده ولا ده مسمار، فما يلف حوالين المسمار، دي فتحه في المسمار. تمام؟ طبعا المسمار بيديه فريكشن شويه مع الفتحه، فيمنع الدوران شويه، فدي النقطه اللي انا بكلمكم عليها اللي هو الفريكشنال ليس بين، هي طبعا مش متحقق 100%. وتاني اهم من ان الوصل تسمح بالدوران ان اللود يجي عند الجوينت. الاهم ان اللود يجي عند الجوينت حتى لو كانت الوصل دي فيكس. يعني لو لقيت الوصلات دي حال يعني متلحمه في بعضها كلها، اللحام بيعمل فيكسيشن بس اللود عند الجوينت فده ترسس. عارفين ليه؟ هو ده مش مهندسين؟ ده كان كليبر صح؟ شكل الجد ممتع ليه عامل ازاي؟ صح؟ مثلا ده بي او ده 5 وطول ده 2 فده 10 تم صح؟ صح ولا لا؟ طيب بصوا بقى الفرق، ده فيكس صح؟ والخمسه هنا الفيلم المنت عليه عامل ازاي؟ مفيش صح ولا لا؟ مفيش بونت. فده يدل ايه؟ حتى لو كانت الوصله فيكس بس اللود عند الجوينت في البيت المنت على اللود. فاهمني؟ يعني ده دي وصله فيكسد ليها عزوله صح؟ خلاص الحاله دي 10 تايم نيوتن. طب ما دي وصله فيكسد بس اللود عند الجوينت عليه بين المومنت؟ لا. فحتى لو كانت الوصله فيكسد الاهم عشان يجي اكسل فورس على التراس ممبرز بس ان اللود عند الجوينت. عشان محدش يشوف التراس ممبرز دي ملحومه في بعضها. حد يقول لي يا شمس ده اللحام ده فيكسيشن. اقول لك ملحام بس اللود فين؟ اللود عند الجوينت؟ هيجي اكسل فورس بس. شفت الفرق اللي في ده؟ هو ده. طب ممكن يجي مايل عند الجوين؟ يعني ايه مايل؟ لود؟ اللود ايا كان حتى لو مايل. طب المركبه الافقيه بقى هتعمل ايه؟ برضه هتبقى مركبه راسيه ومركبه افقيه بس الاثنين بيأثروا على الجوين برضه مفيش ماشي. الافقيه دي هتكمل مع
في الاخر وفي الاول هي اكس كروس بس ولا شيء. تمام، مالك بقى راس افقي مفيش مول ولا شيء. تمام، فهمت قصدي يا باشمهندسين؟ الاهم ان اللودنج عند الجوينت. الجوينت دي بقى مسامير، لحام، ممبر واحد في الاخر. لو لود عند الجوينت هيجي على اكس كروس. طب لو ما جاش عند الجوينت خلاص زي ما لسه كانت بلوك، لو جه عند في الاسبان هيبقى عليه بيرنينج مومنت، ما يبقاش اسمه تراس ممبر، يبقى اسمه بيم كولم المنت، يعني عليه نورمال فورس وشيل فورس وبيرنينج مومنت واروح اسلمه عليه. ما تاخدوش يا جماعه المسمى دي حاجه فيكس ما تتغيرش، لا الموضوع في فيكسبيلتي. انا فاهم ده ايه وده ايه، اي ايا كان الكيس اللي هتجيلي هفهمها كويس واصمم عليها صح. تمام، طيب ما ممكن واحد فيكم يسالني سؤال بسيط جدا، يقول لي يا باشمهندس هو مش وزن اي حاجه في الدنيا بيبقى موزع؟ يعني العنصر ده مش وزنه خلال طول العنصر؟ يعني كده كده الوزن ده عباره عن حلم متوزع صح ولا لا؟ صح. هو كده كده هيحصل له بيندنج مومنت. بس حاجات بسيطة يعني. ولكن البيندنج مومنت اللي جاي من الوزن ده مقارنة باللومر فورس اللي هيشيلها حاجة صغيرة جدا. ريلاتيف سمول جدا. فتلاقي عليه بيندنج مومنت مثلا نص طن متر هو يشيل 50 طن اكسل. لا فاوريدي هو اتحمل اكسل فورس، حتى لو اهملته نص طن متر ده انا صممته ويطلع صح. ويطلع سيف ايكونوميك. فاهمني؟ طب يا باشمهندس مش هيحصل بيندنج للمنشا كله؟ تمام يا باشمهندسين؟ فهمتوا؟ فهمتوا يا باشمهندسين؟ طيب خلاص عرفنا يعني ايه تراس، ويعني ايه تراس ممبر، ويعني ايه فورس تراس ممبر، وامتى يبدا السيستم ده وليه بيرجع. تمام؟ ودي شكل التراس في الواقع، شكل الجوينت بقى عامل ازاي؟ شوفوا بصوا كده على الوصلات بتاعت التراسس يا ستيل، هتلاقي شكل كده بالظبط، قصد ايه؟ اي كان بقى شكل القصد، اي شكل العراصه، قطاعاتها ايه؟ وتلم العراصه دي مع بعضها. تمام؟ فده شكل الايه؟ التراس في الواقع. طيب قلنا الفورس في التراس ممبر هتكون تنشن فورس فنسميه تاي، او كومبريشن فورس فنسميه ايه؟ استراكت. في حاجه اسمها تايبس اوف تراسس، تايبس اوف تراسس، يعني انواع التراسس. اول نوع منهم اسمه سيمبل تراس. سيمبل تراس، السيمبل تراس ده هو اللي بيتكون من السيمبل يونتس بتاع التراس. السيمبل يونتس بتاع التراس يا جماعه المعروف على طول اللي هي شكل ترانجلر ده. اي ثلاث عناصر مرتبطين مع بعض بانترميديت هنجز دي السيمبل يونت اوف تراس. دي السيمبل يونت ايه؟ اوف تراس. السيمبل تراس هو اللي بيتكون من السيمبل يونتس مع بعضها. سيمبل يونتس تو اديشنال ممبرز مع انترميديت هنج كون سيمبل تراس. اصعب شويه نسميه كومباوند تراس مركب. سيمبل تراس سيمبل يونت مع سيمبل يونت مع سيمبل يونت مع سيمبل يونت وهكذا. اصعب شويه نسميه كومبلكس تراس، ولا هو سيمبل ولا هو كومباوند. فحاجه شكلها غريب كده نسميه كومبلكس، معقد شويه. فده تصنيف بس كده يفهمك احنا بنشوف التراس ده ايه. سيمبل تراس، كومباوند تراس، كومبلكس ايه؟ تراس. في بقى حاجة بقول عليها stability and determinants of process. يعني ايه؟ يعني أنا عاوز أحدد التراس ده stable ولا not stable. Determinate ولا indeterminate. يعني هل أقدر أحل المعادلات البسيطة اللي أنا عارفها بتاعت الميزان ولا ما أقدرش أحل المعادلات البسيطة؟ فقال لك في رول، زي ما إحنا كنا قلنا الرول بتاع الهيمز والفريل اللي قلنا لو عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، عدد المعادلات يساوي عدد الرياكشنز والمجاهيل هو خلاص ستيبل ديترمينت، فانا اقدر احل المعادلات البسيطه. لو هو عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل فهو ايه؟ ان ستيبل، لان بيحصل حاجه اسمها ماثيماتيكال ديس فانكشن. طب لو هو عدد المجاهيل اكبر من عدد المعادلات فبيصبح ستيبل وان ديترمينت غير محدد، ما اقدرش احل المعادلات البسيطه، فالجا لطرق من طرق حل ايه؟ الانديترمينت ستراكشر. طب التراسس برضه كده، بس في معادله معروفه بتربط تراسس مع بعضها عشان تقدر تحدد نوع ايه المعادله دي؟ يقول لك حاجه اسمها 2 جي بتساوي ار زائد ام. 2 جي بتساوي ار زائد ام. ايه جي يا باشمهندس دي؟ جي هي نمبر اوف جوينتس، يعني عدد الجوينتس ايه؟ عددهم كام؟ ماشي. ار هي عدد الاكسترنال رياكشنز، رياكشنز. تمام؟ ام number of members عدد العناصر. فقال لك لو
او 2 جي بتساوي ار زائد ام فده بيبقى ستيبل وديترمينيت يعني هو منشأ تراس متزن وديترمينيت محدد اقدر احل المعادلات الاتزان البسيطه بس اللي هي ايه؟ سموشن اف اكس يساوي 0 سموشن اف واي بيساوي 0 سموشن اف ام بيساوي 0 حراري تمام؟ طيب لو 2 جي اكبر من ار زائد ان يعني عدد المعادلات اكبر من عدد المجاهيل فاصبح انستيبل ليه؟ بيحصل حاجه اسمها اسمتيكال ديسفانكشن ان انا اطلع لنفس المجهول كونتين صح؟ يعني عندك مجهولين في خمس معادلات فتطلع من كل معادله تلاقي ايه؟ في قيمه كونتين لنفس المجهول فاسمح ان هو في حاجه غلط انستيبل. طب لو 2 جي بتساوي ار زائد ام يعني عدد المجاهيل اكبر من عدد المعادلات هو ستيبل بس اندترينير غير محدد ما تقدرش تحل المعادلات البسيطه لازم في طريقه اخرى تحل بيها تمام؟ زي بالظبط اللي احنا قلناه في ايه؟ في الفريمز والبيمز. ما هو 2 جي تمثل عدد الجوينتس يعني عدد المعدات وار زائد ام هو ار زي اكشن وام الانترنال فورسز في الممبرز فتمثل عدد المجاهيل. فهي نفس الموضوع برضه. اوكي؟ حد مش فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ طيب. فمن هنا اي تراس في لعبه قبل ما احل افضل معادله بمنتهى البساطه عد الجوينتس وعد الممبرز وعد الرياكشنز والله بيساوي بعض ستيبل ديترمينيت 2 جي ار مع زائد ام ستيبل ديترمينيت غير كده ان ستيبل يبقى السيستم الاتحاد ده غلط تمام؟ طيب هجيب الفورس دي ازاي يا باشمهندس في الممبرز بقى ديت؟ قال لك عشان تعمل اناليسيس في التراسس واحنا الاناليسيس ده هيبقى هدفه ايه؟ ان احنا نحصل على الرياكشنز عند السبورتس صح زي اي موشن والانترنال فورس في العناصر يعني نحصل على الاكسل فورس فقال لك في طريقتين حاجه اسمها جوينت ميثود حاجه اسمها سيكشن ميثود في الطريقتين دول هندرس الايكويليوم ستادينج ايكويليوم ليه؟ عشان اجيب الفورس في العناصر عشان اجيب ايه؟ الفورس في العناصر لما اي كان الطريقتين هما ما هو الا مسمى ولكن في الاخر في اول دراسه زي ما احنا عارفين اللي هو سموشن اف اكس زيرو سموشن اف اكس زيرو سموشن اف اكس زيرو عشان في الاخر اجيب الرياكشن فورسز والانترنال فورسز فين؟ في العضله اللي هي الاكثر ايه؟ فورس. فقال لك ان الفورسز في البروسيس ممكن تكون تنشن ممبر فنسميه تاي كومبريشن ممبر فنسميه سترات او زيرو ممبر يعني الفورس في الممبر بزيرو. حد يا باشمهندس يعني ايه الفورس في الممبر بزيرو؟ ليه الفورس في الممبر بزيرو؟ ولو هو القوه في بزيرو هو موجود ليه؟ صح؟ اكيد ده سؤال منطق؟ لا هو الفورس في بزيرو ديو تو لود كيس اونلي يعني نتيجه حاله تحميل معينه يعني نفترض ان نتيجه الفيرتيكال لود كان الفورس في الممبر ده زيرو طب في حاله الويند او الاسكويك لا ده اصبح في قوه فهو زيرو ممبر ديو تو لود كيس اونلي نتيجه حاله تحميل ايه؟ معينه اكيد هو لو ملوش لازمه نحطه ليه؟ هو غلط كده لا هو زيرو ممبر نتيجه مثلا فيرتيكال لود هو زيرو ممبر نتيجه لاترال لود ولكن في الحاله الثانيه هو في فورس فالتنشن او ايه؟ كومبريشن فانا هصممه على الفورس دي ما احنا لما نيجي نصمم اي منشا بنعمل حاجه اسمها لود كومباينيشنز حالات التحميل اللي بتيجي على المنشا انا عارف انواع الاحمال اللي ممكن تيجي على المنشا يعني ديد لود دايت لود اسكت لود ويند لود صح؟ هعمل بقى كومباينيشنز احتمال تواجد الاحمال دي مع بعضها ده اللي نسميه لود كومباينيشن ليه؟ عشان اجيب اسوأ حاله ممكن تكون وجودها ايه؟ المنشا اصمم صح فممكن نتيجه حاله تحميل معينه يطلع اسمه زيرو ممبر مفيش فورس اه ماشي وفي حاله تحميل ثانيه هيبقى في فورس سواء تنشن او كومبريشن عشان محدش يسال ايه ده؟ هو زيرو ايه؟ هو موجود هنا فهو زيرو فهمتوا؟ فهمتوا هو زيرو امتى؟ طيب طيب قال لك الاستيميشن بتاع الفورس في التراس ممبرز الحاجه الاخيره دي يا جماعه يعني حاجه كده انتلتم شويه بس يعني خلينا خليها في زمان ايه بقى؟ قال لك انت ممكن تتوقع ان الفورس في الممبرز دي تنشن او كومبريشن ان انا على تقييم بسيط كده ايه هو التقييم ده يا باشمهندس؟ قال لك حاجه اسمها الايكويفلنت بيم او فريم يعني ايه؟ يعني خايفين ده ترس ماشي؟ ده ترس صح؟ الترس ده اعتبره بيم ايكويفلنت بيم كاميرا مكافئه كده تمام؟ ايكويفلنت ايه؟ بيم طب طالما هو ايكويفلنت بيم انتوا متخيلين لو البيم دي عليها فيرتيكال لود ديستريبيوتد شكل البيم ممكن عامل ازاي؟ كده
صح؟ كده ده البند مومنت، ده بالسرعة صح؟ صح ولا لا؟ صح. يعني لو جبنا قطاع الكاميرا دي مثلا اللي هو بي تي يعني ويتس ديبس هيبقى عايز شكل البند مومنت عامل كده. بص صح؟ يعني فوق في كومبريشن وتحت في ايه؟ تنشن. تنشن يعني الفايبرز بتاعت القطاع اللي فوق ان كومبريشن صح؟ والفايبرز بتاعت القطاع اللي تحت انتنشن. انتنشن صح ولا لا؟ دي هو كاميرا شكل البند مومنت والشكل الجدري اللي انا عامله ده صح ولا لا؟ طيب لما الكافي ده التراس يعني ايه؟ يعني اكيد اما تيجي تبص للتراس ده هتلاقي ان التوب كوردس فيها كومبريشن توب كوردس عليها كومبريشن فورس. ليه؟ لان خلال الكاميرا المكافئه ان الفايبرز بتاعت القطاع اللي فوق عليها كومبريشن والبوتوم كوردس عليها تنشن. تنشن يبقى السهم خارج من الجوينت تمام؟ ايوه يا باشمهندسين. يبقى البوتوم كوردس عليها تنشن والتوب كوردس عليها ايه؟ كومبريشن. طب الدايجونال يا باشمهندس قال لك الدايجونال لو الممبر تانجنت للبندنج مومنت يبقى عليه تنشن. يعني الممبر ده تانجنت للكيرف بتاع البندنج مومنت هيطلع عليه تنشن. لو هو مش تانجنت او عمودي على البندنج مومنت فيطلع عليه كومبريشن. ليه بقى؟ الاستيميشن ده هو ليه بقى؟ لان لو شايف شكل البندنج او الديفورميشن بتاع الكاميرا دي هتفهم ان اي دايجونال ممبر هيحصل له تنشن. يعني ايه؟ يعني الممبر ده الممبر ده كان راس صح؟ الممبر ده كان كده بعد البندنج حصل له تنشن بقى كده. فالدايجونالز لو هو موازي شكل البندنج مومنت هيحصل له تنشن يعني طول بيزيد. يعني تخيل حاجه عندك وانت اثرت عليها فيرتيكال فورس او فيرتيكال لود هيحصل لها بندنج. فاي ممبر دايجونال هيحصل له تنشن هيزيد طوله فيحصل له تنشن لو هو في شكل مع البندنج مع الانحناء. ولكن يعني القطاع عامل كده صح؟ تمام. عارفين شكل القطاع بيبقى عامل ازاي؟ بعد البندنج شكل القطاع بيبقى عامل كده. اللي فوق يحصل له تنشن، اللي تحت يحصل له تنشن في طول يزيد، واللي فوق يحصل له كومبريشن في طول ايه؟ يقل. طب الدايجونال بنروح يحصل له ايه؟ تنشن. فلو كان الممبر تانجنت للبندنج مومنت فيصبح عليه تنشن فورس. تمام؟ الكلام اللي انا قلته ده استيميشن بس عشان لما تطلع الفورسز في العناصر تبقى متوقع ده تنشن ده كومبريشن. غالبا على طول التوب كورنس بيبقى عليها كومبريشن والبوتوم كورنس بيبقى عليها تنشن والدايجونال حسب حالتها. ده بيكون في فيرتيكال لود. طب لو لاترال لود اروح اعمل نفس التراس كانه بيم او فريم احط عليه لاترال لود واتوقع شكل البندنج مومنت واعرف التنشن فين والكومبريشن فين يبقى اذا العناصر من ناحيه التنشن في المومنت هيبقى عليها تنشن. العناصر ناحيه الكومبريشن في المومنت هيبقى عليها كومبريشن. بمتوقع الفورس تطلع تنشن ولا كومبريشن. تمام؟ ده الاستيميشن ده في الحالات البسيطه. التراس معقد بقى واحمال لاترال وحمال فيرتيكال اكيد لا الاستيميشن ده مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى دقيق. فهمت قصدي ايه؟ انا مهندس مش فايدتي ان انا حل واطلع ريزلت. فايدتي ان انا احط سيستم ادافع عنه اعمل تقييم للريزلتس بتاعتي يبقى انا كده صح. اوكي ولا مش اوكي؟ طيب طب ايه الحالات؟ الفيرتيكال حسب الحال لو هو جاي عليه فيرتيكال فورس اتجاه جرافيتي غالبا يطلع عليه فيبريشن. لو فيرتيكال فورس اتجاه جرافيتي بس من تحت كده غالبا يطلع عليه تنشن فحسب الحاله. قلت لكم الاستيميشن ده بس بيديني جايد تشويس جايد وانا بحل انا متوقع شكل الفورس اللي عامل. طيب الزيرو ممبر كيس زيرو ممبر ايه؟ كيس زيرو ممبر كيس امتى يطلع عليك زيرو ممبر؟ قلنا كلمه زيرو ممبر دي تو لود كيس اونلي دي تو لود كيس ايه؟ نتيجه حاله تحميل معينه هو مش على طول بزيرو ما هو ملوش لازمه هو على طول بزيرو. طب ازاي؟ قال لك لو انت عندك جوينت غير محمله ما عندهاش لود في الحاله دي يعني في حاله مثلا الويند اكس او ويند ليفت ما كانش فيه لود هنا فيصبح لود
اساسا الجوينت ما فيهاش لود، لما تيجي تعمل اتزان الجوينت تطلع النود ممبرز كتير. لو عندك جوينت فيها لود في اتجاه معين بس، يعني لو لود اتجاه معين انا اعمل اتزان الفورس ده تروح للممبر ده، الفورس ده بزيرو او العكس، فهمتوني؟ فهيطلع زيرو ممبر دي تو لود بيس اونلي بحسب الاتزان بتاع الجوينت. تمام؟ تمام يا باشمهندسين؟ تمام. فهمتوا يعني ايه تراس سيستم؟ ايه الفرق بين البيمز والفريم؟ بيمز وفريم بيس تراس. عارف المقوله في الماجو بيس ميسي؟ هي نفس الحكايه كده. ايه المميزات وعيوب كل سيستم؟ فهمنا الفرق ما بين تو سيستمز، شفنا يعني شكل الوصله بتاعت التراس الواقع بتبقى عامل ازاي؟ الفورس في التراس بتبقى عامله ازاي؟ ايه انواع التراسز؟ ايه الطرق اللي انا هستخدمها في تحليل التراسز؟ يعني الداتا اللي هيحصل فورس والانترنال فورسز، امتى احكم على التراس ان هو ستيبل ولا ديترمينيت ولا انديترمينيت، وازاي اعمل استيميشن للفورسز او عندي جايد للفورس بتطلع في التراس من المرس. ده معنى كلمه تراس. هو الممبر ايه؟ سلام. الممبر ده عكس شكل بين الجومنت فيطلع كومبريشن، والممبر ده يطلع عكس شكل بين الجومنت فيطلع كومبريشن. تاني الاستيميشن ده مجرد جايد للفورس بتاعها التراس. اما طلع الفورس انا متوقعش الفورس اللي عندي. تمام؟ وده دلوقتي في الحالات البسيطه، لقيت حاجه بقى كومبلكس كده وفي كذا لود في كذا اتجاه، التقييم مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى ايه؟ تمام؟ في حد عنده مشكله؟ حد عنده سؤال؟